بيشتمنا فلسطين من أجلنا كتير كتير والدمع على أرض الصين أطفال العالم عايشين مشيونا في فلسطين. كما تعلمون أن المعاناة موجودة، معاناة المياه والكهرباء في قطاع غزة ما قبل الحرب، حيث أن هناك حصار على قطاع غزة، الحصار موجود على البترول، على المازوت التي تشتغل عليه مولدات المياه والكهرباء، وإذا لم توجد هناك كهرباء فلن توجد مياه. كما تعلمون أن المياه تخرج من الآبار بالكهرباء أو المازوت. في ايام الحرب انقطعت المي عندنا من حد تقريبا من ضرب الحبوس بالطيران، وظلينا 7 أيام هنا في الحرب من غير مية ومن غير اي وسيلة لا اكل ولا شرب يعني، ولحتى الان يعني بلا كهرباء وبلا مي، ما وصلوش لي لا المي ولا الكهرباء. اول ما طقوا عندنا اللي طقوا الجوازين اللي كانت على السطح، كان عندي انا حبوس يحصل يمكن على ما ايش بدي احكي لك ميته، تغدوا كل المنطقه هذه. اول ما ضربوا بيت اختي بالاف 16 ضربوا الحوز البيار، يعني حركه 15 بير في المنطقه، هذول تدمرن كلي. كنا بغنى عن ميت البلديه قبل هالشيء هذا يصير، لما تخس على ميت البلديه نروح ندور مطورنا، مطورنا خرب ندور مطور جارنا، مطور جارنا خرب نروح للمطور الثاني. في المنطقه هذه كان 10 بوابير مغذيات المنطقه هذه، هذا اللي تدمرن كلي. وبعدين هم يعني يعملوا لنا حل لكل أكم من شهر صار مشي سنة. المنطقة هذه في 2003 في 2008 في شهر 3 كان العدوان الإسرائيلي مدمرها، وهي في 2009 في شهر 1 2009 وفي آخر شهر 12، يعني من السنة من السنتين أخذ الدمار هذا، خشوا علينا يعني يعتبر في السنة مرتين، دمروا حرقوا الأخضر واليابس، لا خلوا شجر ولا خلوا حجر ولا خلوا طير ولا خلوا حيوان ولا خلوا منادم. طبعا مشتل زراعي، انا عايش 11 نفر من المشتل هذا واكثر، كمان في عمال بيشتغلوا معنا زي ما شايف، في عمال بيشتغلوا في شبكه المياه كلها انضربت، البير انضرب، عندنا غطاس انضرب، السير كله تدمر، فيش مواد خامه، فيش حاجه، فيش حمامات، اليوم نركب حمام نعمل مشتل، فيش كيماويات، فيش اي حاجه في هالقطاع، فيش ريشه، فيش اي. شاهدنا يعني الضرب الاسرائيلي طبعا من السبت للسبت كانت ضربه عنيفه، يعني ما كانش اي انسان يتوقعها، يعني حسب الخارطه الجغرافيه انه بتقول انه
قطاع غزة 350 كيلو مربع، يعني كان نصيب كل كيلو مربع طائرة F-16 غير الأباتشي والدبابات والمدفعيات. عندي حوز مي وكنت فاتح منه سبيل للعالم اللي بتروح وبتجي على مزارعها زي ما انتم شايفين ضربوه. هذا تدمر بالرصاص، بقوا يطخوا عليه بطخ وشبكوا سلك على سبة يسحبوه يكسروه وما طلعش بديه. واضح ومبين يعني، وهي المدخنة تاعته طالعة فوق يعني مبين لهم بير مية، مش عارف أنا ليش طخوه وخردقوه بهالصورة. نحن كشعب فلسطيني ننتقل من خيمة إلى خيمة، وللأسف الشديد هذه خيم تأوي عدد كبير من الأسر، ولكنهم لا زالوا يعانون من نقص المياه والكهرباء. وإذا لم أن يقتلوا الناس، إذا لم يقتلوهم بالقنابل وبالصواريخ يقتلوهم عطشا وجوعا. وكما ترون هذه هي المنطقة وهذه الخيام، لم يوجد حنفية مياه واحدة في حوالي 50 خيمة. ال50 خيمة يقطنها حوالي من 1500 إلى 2000 نسمة. تجرار غاز إلنا كانت وديناها يعني، وما لحتى الآن ولا جرة جابونا. فصرنا مرات نستعمل المنصب الكهرباء، في منصب كهرباء نعمل شاي نطبخ، وبعض الأحيان تكون الكهرباء قاطعة طبعا، هذا كان يعني يسبب لنا برضو مشكلة. فصرنا نجيب معلبات نعيش يعني، بنفعش يعني الواحد يظل عايش على المعلبات. طبعا أنا واحدة من الناس عمر ما فكرت إني أستخدم نار وأولع، ما يعني ما تعودتش على اني اولع نار واطبخ عليها، فان الظروف يعني جبرت الواحد انه هيك يستعمل النار ويطبخ عليها. روح صرنا نجيب الكانون، هذا كانون نار عادي، ونولع حطب وهيك تصير النار تطلع علينا هيك نتعب فيها يعني. فلجأنا لهذه الفكره، فكره الفرن هذا. صرنا نجيبنا طينة من برا، جابوا الأولاد ساعدوني وصرت أعمل أنا وياهم فيه ونحاول. أول مرة ما زبطتش معنا طبعا، بعد هيك تعودنا شوي شوي وعملنا. يعني احنا دار في قلب مزرعة، ما نقدرش نروح نحط للدواب إشي، يجعرن من الجوع من العطش الدواب اللي والله صغار زي هذول أولاده انهم هيك يتبطحوا. يبا شو عاملين لنا هذولا؟ شو احنا عاملين فيهم؟ بعملوا فينا هيك اطفال. والقذايف ياخذ اللي برموهن هذولا، هذه برموها لكن بتطير هيك شقف شقف، يعني مش بتضلها ثابته مترحه. هذه امريكا باقي تصنع سلاح خصوصي للشعب الفلسطيني، بدهم يقضوا عليه بالمره، بدهمش عشان يظل البلاد لليهود، وبدهم ياخذوا من كل فلسطين. الحل والله بيقدروا الدول العربيه اللي برا الملوك اللي بروحوا عليهم وبيفتحوا لهم الميدان تاعهم وبقعدوهم، بيقدروا هذه يقطعوا العلاقات، بيقدر يقطع عنهم النفط.